هلو هلو، ويلكم باك. دي فيلز مدينتنا الجميلة، وصلنا 3000 تعداد السكان، ومعانا 25,000 almost 26,000 في البنك which is very nice. الفارم وضعه اوكي، almost هنوصل level 2 دلوقتي. بدأنا نطلع ربح دلوقتي من الفارم، profit، مع انه لساته قليل قوي 215 بس في الاسبوع، but at least مش بنخسر زي الاول which is good progress، تطور حاصل. محتاجين نطلع production كمان، نطلع وحدات ننتجها كمان زيادة عشان نطلع للليفل اللي بعده. محتاجين برضو نكتر عدد الوركرز أو العمال بيشتغلوا دلوقتي 138، المتاح 155 والمطلوب 150. ممكن نحط مبنى كمان زيادة ولا حاجة. حطينا جرين سايرو أو اللي هو مخزن الحبوب، ممكن نحط واحد كمان، ممكن أحط واحد فوش ده، يبقوا الاثنين فوش بعض. وبرضو هحطه بالانسد. لو ألقينا نظرة سريعة هنا على السيتي فايتلز أو الحاجات المهمة في السيتي، الكتريسيتي لساتنا كويسين، الووتر والسويج لساتنا كويسين، الغاربج بروسيسينج ده وضعه مش اوكي قوي. يعني عندنا 3 ريسايكلينج سنترز، يعني ممكن نزيد ريسايكلينج سنتر كمان and we'll put it معاهم في نفس الصفة. مش عارفة يعني ده تخطيط كويس انهم يكونوا كلهم جنب بعض ولازقين في بعض زي كده، ولا هندم على التخطيط ده بعدين في الاخر، but it's fine. This one ده بيشتكي انه not enough raw materials، محتاجين crops. هيجيلهم دلوقتي شاحنات يوصلوا لهم كروبس من المخازن. كمان بدأ يطلع animal products، المخازن دي بتخزن كروبس أو اللي هي الحبوب أو محاصيل النباتية، يعني محاصيل الزراعة. بيطلع من عندنا دلوقتي animal products أو منتجات حيوانية، محتاجين نحط مخزن في مكان ما نخزن فيه المنتجات الحيوانية، وليكن جنبي مثلا. المخازن موجودة right here في ال warehouses، في اللي هو الصغير دوت small yard، شكله زي ساحة كده، but I think ان انا هاخد التاني ده واغلى شويتين واكبر، بس حاسة هيبقى مناسب شكله اكتر. وبرضو ممكن احدد فيه stored resources، نخزن فيه ايه بالضبط. هختار انه نحط فيه animal products، اللي بيطلع من الفيزي كلها بيتحط في المخزنين دول وبيستخدم في بتاع الحيوانات دي عشان ياكلوا منه، وبعدين animal products المنتجات الحيوانية اللي بتطلع من هان يروح يخزنوها في المخزن ده، وبعدين الحاجات اللي بتطلع من هان بقى من المخزن animal products يا اما بيصدروها يا اما بيودوها للمحلات الشوبس اللي في نفس مدينتنا، يا بيستخدموها يعني. ودلوقتي لو بصينا على الفارم هنلاقي اللي عندنا already 144 workers. لو ألقينا نظرة دلوقتي على التعليم هنلاقي انه الالمنتري سكول او المدارس الابتدائية فيها نقص شويتين، في سكول واحدة بس في المدينة كلها، فينا ناس كتير لسه مرحوش الالمنتري سكول. سو خلينا نحط لهم elementary school maybe في البلوك ده، يا why the heck not، لان احنا حطينا هنا الالدر كير والشايلد كير وبتاع، سو maybe نحط المدارس برضو maybe على الشارع ده. ياي والسكان كلهم فرحانين ومبسوطين، حطينا لهم مدرسة، good for us، احنا عمدة كويسين عمدة بلد كويسين. فلوسنا دلوقتي مرة قليلة، غالبا كان مش هنعرف نحط حاجة تانية، بس ممكن نتشيك على حاجات واحنا بنستنى نجمع فلوس. سو الالمنتري سكول دلوقتي مرة متاحة، فيها أماكن كافية تستقبل كل الطلاب. الهاي سكول برضو الكاباسيتي أو الأماكن المتاحة يعني في الهاي سكول يكفي الموجودين، مع إنه هي واحدة بس برضو، بس لأنه الهاي سكول بتاخد يعني مثلا الكاباسيتي بتاعها 1000، الالمنتري سكول الكاباسيتي 600، مع إن احنا حاطين 2، يعني الواحدة بتاخد 300 طالب بس، الهاي سكول الواحدة بتاخد 1000. نسبة السعادة كلهم وضعهم مرة كويس. الكوميرشال 78%، which is fine، you know مش لازم يبقوا مبسوطين 100%. المهم الريزيدنس، الريزيدنس ممكن نزيد سعادتهم، ممكن نحط لهم باركس زيادة وبتاع، وضعهم اوكي، والهيلث وضعهم اوكي، الديث كير وضعه كويس، يعني عندنا مقبرة حطيناها المرة اللي فاتت، الشايلد كير والالدر كير وضعه برضو تمام. الليفلز بتاعة البيوت ده، مثلا البيت ده بيقول educate more citizens، ومحتاجين يتعلموا، ده هيحصل مع الوقت. this one educate برضو educate، يا غالبا اغلبهم هيقول لك educate more citizens، مستنيين بس يخلصوا تعليمهم بتاعه وبعدين يزيدوا الليفل بتاعهم. الترافيك زحمة السير، سو الطريق ده فيه زحمة شويتين أو يعني حصل فيه حركة كتيرة. this one برضو حصل فيه حركة كتيرة، وشوفوا كمية الناس اللي قاعدين يتمشوا. أنا ممكن أشيل الإشارة اللي هنا أصلاً، يا خليني أشيل الإشارة المرورية اللي هان، الدنيا تمشي أسرع شوية، ميبي نشيل الإشارة دي برضو. مش محتاجين إشارة دلوقتي، ممكن لو احتاجنا بعدين نحط، but so far مش محتاجين إشارات. يا الناس كتير عمالين يجوا يمشوا من مساكنهم من هنا جايين
جايين منطقة المصانع اللي هانو بتاع so maybe نوفر لهم path من هنا للشارع ده directly, طريق مشاع يعني مش شارع سيارات. أعتقد هيبقى حاجة لطيفة, خدمة لطيفة هنقدمها للمواطنين بتوعنا. maybe من جنب البارك أو البلازا دي whatever هي, بدل ما يمشوا اللفة دي كلها يخترقوا من هان على طول ويروحوا. مش عارفة بقى يستخدموه ولا لأ, so far ما حدش راضي يستخدمه. هلو حد يستخدمه بليز. اوكي اول ناس استخدموا الاثنين دول. good job citizens, good job مواطنين. يوندر ليه لسه مصرين يمشوا بالطريق الطويل ده دو. او لا في ناس كتيرة هو صايرين يستخدموا which is nice that's good. شوفوا ترى بيعملوا ايه, قاعدين يلفوا كده وخلاص ولا رايحين يعملوا حاجة معينة. what are you doing police, police دي سيارات الgarbage اللي بيجمعوا التراش وكده. I love لما تقربوا كده من الاماكن وتقعدوا تشوفوا التفاصيل والناس الماشيين ورايحين. يعني مثلا خلينا نشوف الشخص الماشي ده, اسمه برادلي جرين, uneducated adult مش متعلم لسه, ساكن في ساكن في البيت ده اوكي, وتقريبا راجع بيته going home اوكي, راجع البيت من الشغل بيشتغل في محطة الطاقة. That's so nice, I love the game دي so much ان فيها التفاصيل زي كده. شوفوا كمية بقى السيتيزنز, يعني 3500 population وممكن بقى نوصل 50,000 وعدات كده فظيعة. وبيضل يجي لك كل واحد بيقول لك هو ساكن فين وبيشتغل فين دلوقتي رايح فين, هل رايح للشغل ولا راجع من الشغل ولا رايح يشتري حاجة من محل معين, بيتابعوا كل حاجة بتحصل في المدينة. It's a beautiful game. picnic table هنا الناس قاعدين, they're so freaking cute. educated teen, شوفوا وانا ضغط عليها دلوقتي تحولت من educated teen لا well educated young adult, كبرت من teen لا young adult. That's so cute. But لساتها unemployed, لسه ما لقتش شغل وساكنة في البيت ده. That is so freaking cute. I love this so much. love it, love it, love it. وصلنا للهدف الأولاني لنطلع للليفل. ال produce units وضعها كويس. ال profits دلوقتي بنعمل من minus. ال farms وال industries بشكل عام ال profit بتاعهم دايما بتلاقوه دقيقة بال minus, دقيقة بال plus. بيغير رأيه كتير الربح في ال industries وده شيء طبيعي. يعني 148 فضل لنا just two workers زيادة يشتغلوا ونعلي الليفل. لو ألقينا نظرة على الأوتسايد كونكشن أو الصادرات والواردات, عاوز أشوف الإكسبورت بنصدر قد إيه. so far بنصدر من المصانع اللي هان كلها, بنصدر goods منتجات يعني عامة بشكل عام مش حاجات محددة, بنصدر منتجات نباتية من البتاع دوت, بنصدر crops forestry products. من فين جاي ده forestry products, مين اللي بيصدروا؟ هلو بتصدر 30 وحدة من منتجات الأخشاب وحاجات الغابة يعني وكذا, بس مين اللي بيصدروا بالضبط؟ I have no idea. بيطلع من فين؟ I don't know. بتصدر ore, I don't understand صراحة بتصدر ore من فين وإحنا مش حطين ore industry ولا oil industry. That's very weird. I love الحاجات اللي عادة تعمل upgrade في الخلفية. لو بصينا على ال import أو oh my god congratulations Chester Farm has reached level 2 area bonuses efficiency 4% pollution minus 10% very nice. so كل ما نزيد level الفارم كل ما نحصل على فوائد. وفتحنا البيلدينز دي فلاور ميل. فلاور ميل هناخد الكروبس ونحولهم بالفلاور او دقيق, مصنع دقيق يعني. والبيكري او ماي جاد ذس از سو اكسايتنج. الفارم وركرز باركس كاتل شيد وسمول بارن. خلينا نكمل اللي احنا بنشوفه بعدين نرجع للفارم. بنيمبورت او بنستورد جودز 3 وحدات فقط لان احنا بنصدر كتير سو مش محتاجين نستورد كتير. بنستورد اجريكلتشر بنستورده لهان مع انه عندنا في المخازن. ها انترستينج يا اخي, مش عارفه صراحه نظام الجيم احيانا بتوزع الحاجات بشكل غريب. يعني احنا عندنا برودكتس هنا اجريكلتشر برودكتس بس برضو بنستورد, يعني ممكن ياخدوا من المخازن بتوعنا. بيستوردوا ليه؟ ندفع عليهم فلوس ليه؟ اي دونت نو. الامبورت 313, الاكسبورت 644. اهم حاجه ان احنا بنصدر اكتر ما بنستورد. لو القينا نظره سريعا على اللاند فاليو او قيمه الارض, مره كويسه طبعا. هيكون افضل ان احنا نوصلها كلها للون الاخضر الفاتح اللي جنب النهر على طول, هو اعلى حاجه. انه like I said قبل كده انه كل ما قربنا من الميه كل ما قيمه الارض بتعلى, وطبعا كل ما نزيد فيها باركس وخدمات وكذا كل ما بتعلى برضو. نرجع دلوقتي للفارم, our beautiful farm, مزرعتنا الجميله. الورك
كريسبرغ زي ما تقولوا كده مبنى لاستراحة العمال أو حاجة زي كده. الفايدة منه طبعا بيزيد الworker capacity، بياخد 40 workplaces، لو تشوفوا المعلومات اللي بالأخضر workplaces 40، so بيزيد 40 مكان متاح ناس ممكن يشتغلوا فيه، and also بيزيد انتاجية العمال بنسبة 5%. so كل مبنى، كل ما نحط مبنى بنزيد 5%، فممكن نحط منه مجموعة مباني. عشان كده أنا سبت الشارع ده كله فاضي على أساس نحط فيه كذا واحد من دول، maybe نبدأ باثنين بس ونزيد مع الوقت، لأنه طبعا فلوسنا محدودة دلوقتي، أنا 19,000 بس. الجديد برضو اللي اتفتح لنا الفلاور ميل أو مصنع الدقيق، كاتل شيد، exactly بالضبط زي سمول أنيمال باستشر، بياخد الكروبس بيطلع منتجات حيوانية، بس ده إنه هو يعني أكبر، بياخد كمية أكبر. يعني مثلا ده البرودكشن ريت، الكلام اللي بالأخضر تحت، برودكشن ريت 2400 يونتس بير ويك، التراكس أو الشاحنات اللي بتستخدم فيه يعني 5. ده سوان لو بصينا عليها نلاقي إن هو بيطلع 3200 بير ويك وخمسة تراكس برضو. البرودكشن بتاعه أعلى شويتين، الورك بليسز أو الأماكن الشغل المتاحة فيه 55. الفكرة بقى إنه بيعمل بولوشن أو تلوث بيئي بنسبة 20، والنويز بولوشن أو إزعاج بنسبة 50. This one بيعمل إزعاج 25 بس ما بيعملش تلوث بيئي خالص. I don't know إذا كنت هستخدمه ولا لا، maybe نستخدمه بعدين، نبعده شوية عن أماكن الزراعة وكذا، ممكن نحطه مثلا في الناحية دي بعدين. الفلاور ميل بيعمل بولوشن برضو، so برضو يعني أنتوا عارفين هعمل إيه؟ Yeah it's fine، ممكن نستخدم المنطقة دي نحط فيها كل الحاجات اللي بتعمل بولوشن. Yeah it's fine. تفتح لنا برضو سمول بارن، مخزن يعني أكبر من السايلوز دول شويتين. ففكرا ده جنب التاني، replace right here thank you very much، ونحط فوشهم لأنه مقاسه تقريبا قد 2 من دول. I think this is very cute. بياخد crops برضو، ما نقدرش نختار نحط فيه حاجة تانية لأنه ما هواش مخزن عام، ده تحديدا يعني للمنتجات النباتية. وعشان نطلع لليفل اللي بعدها محتاجين ننتج 1500 يونتس، قربنا منه برضو. الworkers محتاجين 350، أماكن متاحة أصلا عندنا دلوقتي في الفارم يعني 235، سو كده كده لازم نزيد مباني. عاوز اشوف تخطيط الطرق اللي هيبقى هنده اعمله ازاي. عاوز اعمل واحد تاني من هنا قصادهم هان، yeah let's do that small animal pasture sheep hyper cute، يبقى ابقار هان واغنام هان. وما عندهمش مية، شبكة المية مش وصلهم. انا ليه عملت البتاع ده بالشكل الاهبل ده؟ it's fine. مش قضية كبيرة، هنكمل شبكة المية كده عشان توصلهم مية ويبقوا مبسوطين. already وصل لهم crops. الفارم دلوقتي بنعمل خسارة 633، فين الربح اللي كمل شوية؟ يو فارم فين الربح بليز؟ محتاجين ربح لو سمحتوا. This is not okay. electricity شويتين ونحتاج نزود الكهرباء، هنحط محطة كهرباء جنب دول برضو، أو maybe نستبدلهم بحاجة أفضل شويتين. no actually مش مفتح لنا أي حاجة أفضل من الكول power plant أو محطة الشحن. خلينا نشوف توزيعة الطرق اللي هان، شكله كده البارت ده هيبقى كله نكبر الفارم. خليني أفكر كده في توزيع طرق كويس. طيب ده اللي عملته so far، حطيت الكاتل شيد ما قدرتش قوم صراحة. وكده التلاتة دول بيخزنوا حاجاتهم كلهم في المخزن ده. right here حطيت مصنع الدقيق الفلاور ميل، بياخد كروبس بيطلع فلاور، وحطيت في وشه مخزن بيخزن فلاور. لو بصينا دلوقتي على معلومات الفورم شويتين ونوصل لعدد اليونتس المطلوب، عدد الأماكن المتاحة للعمل 360 والمطلوب 350، الموجود دلوقتي 191 workers، برضو هيزيدوا مع الوقت. لساتنا بنعمل profit بالماينس، but it's fine، هيكبر مع الوقت كل حاجة تبقى قشطة. الديماند أو أمل متطلبات المدينة بشكل عام، محتاجين مساكن كتير قوي، مش محتاجين industries خالص لأنه عمالين نكبر الفارم وكلهم عمالين يشتغلوا فيها، محتاجين بعد الوقت نديرهم مساكن نكتر السكان. أنا كنت عاوزة أعمل fish industry right here but maybe هنأجلها، لأنه أولا اشتغلت كتير على الفارم النهاردة، ثانيا عن جد مش محتاجين industry خالص، محتاجين سكان مساكن وبيوت وحاجات. so maybe نمد البيوت أكتر ونخلي الفيش اندستري أقرب للمنطقة المرتفعة دي، يعني كده هنا مثلا. إنما طول ما عندنا أماكن مسطحة كده خلينا البيوت أفضل، وخليني أرسم شبكة الطرق
طرق هنا وبعدين نعبيها بيوت. I think التخطيط ده اوكي المنطقة دي. As you can see الارض هتبدأ ترتفع من هنا شوية. مش عارف لسه هعمل ايه في المرتفع ده كله، كبيرة قوي وبدأت ترتفع بالتدريج قوي فواخدة مساحة كبيرة. But for sure for sure المرتفع ده كده ممكن نعمل فيه بارك، ناتشورال بارك ولا حاجة. عاوزة المنطقة دي كلها تبقى ناطحات سحاب وعماير طويلة وبتاع. ف I don't know بقى هنبتد ازاي للناحية التانية. But for now I like التخطيط ده. هبدأ اعمل دلوقتي ابجريد للطرق. ميبي مش هعمل ليهم ابجريد كلهم مرة واحدة عشان نحافظ على فلوسنا شويتين. انا مش عاجبني المكان ده كده ضايع، ميبي احط طريق زيادة في النص يا عشان يبقى مساكن اكتر. وهعمل كده هنا برضه ونبدأ نعمل زونينج. لك ده كله مساكن، ده كله مساكن، اللي على الساحل كله مساكن. وهنحتاج محلات برضه، وطبعا هيحتاجوا مية بقى وحاجات كده. المنطقة كلها متغطية بالمية. اوريدي بدأوا يبنوا بيوت اوريدي ويموفوا ان وكده، لانه كانوا عن جد محتاجين مساكن. سوسو بعد ممكن نبدأ نحط لهم برضه شوية شوبس هير اند دير. ممكن احط وير هاوسز او مخازن صغيرة في الاماكن عند تجمع المحلات وبتاع، على اساس يجوا ياخدوا برودكتس من هنا وبرودكتس من هنا يخزنوها في المخازن اللي وسط المحلات. يا اي ثينك هيبقى كده كيوت. ام ثينكين المنطقة دي ميبي نعملها اغلبها شوبس اللي على الواجهة دي كلها. ممكن نحط مخزن، ممكن نحطه هنا وبياخد حطه نون فور ناو وهطفيه اصلا مش هشغله عشان ما نصرفش عليه فلوس على الفاضي لحد لما اعمل التالي، لانه مفتوح لنا في اليونيك فاكتوريز او في المصانع مفتوح لنا البيكري دلوقتي. الفاكتوريز بيسكلي بتاخد منتجات من مجالات المصانع المختلفه اللي هو الفورستري الفارمينج والاور والاويل، كل الصناعات المختلفه اللي ممكن نحطها اللي جاي مع اضافه الصناعات. وممكن نعمل يونيك فاكتوريز سو كل فاكتوري بياخد برودكتس معينة وبيطلع زي منتجات مميزة، منتجات غالية وكده. سو مثلا البيكري بياخد منتجات حيوانية وبياخد كروبس، منتجات حيوانية ومنتجات نباتية، وبياخد فلاور أو دقيق وبيطلع بيكري ستاف. لو عملنا المخزن ده لليونيك فاكتوري برودكتس هيبقى بيرفكت. بس الفكرة دلوقتي نحط البيكري فين؟ البيكري ما بيستخدمش إلا الحاجات اللي موجودة في الفارم farming industry فقط. So I think makes sense ان احنا نحطه في منطقة الفارم برضو. نقطة كده زيادة ونحط البيكري right here في اخره. Beautiful. هياخد animal products، هياخد crops، وهياخد flour، وهيطلع pastries اللي تصنيفها اللي هي unique factory products اللي هي علامة الزرقاء ديت، كريستال الزرقاء. وبعدين المخزن اللي هنا بيخزن unique factory products نفس الرمز دوت. طبعا دلوقتي مفيش حاجة تتحط فيه. اول ما تبدا يطلع مخزون من هان يب اوريدي بداوا حطوا فيه حاجات، حطوا انيمال برودكت، حطوا كروبس، حطوا فلاور. برودكشن ريت ميبي هيعلي للاخر عشان يطلع بيستريز كتير. ورك بليسز 38 وركرز بدا اوريدي يطلع حاجات. او ماي جاد ذاتس بيرفكت، ذات از اميزنج. نلقي نظره على الفارم دلوقتي. وصلنا لليونتس المطلوبه، الوركرز 260. لساتنا محتاجين وركرز زياده شويتين. بعدين اجين لما نبدا سكن ناس هنا أكتر هيجوا ناس أكتر. وده يفكرني إني أعمل زونينج برضو للأماكن دي كلها جنب المخزن. برضو نحط مساكن عادي، I don't think هيأثر عليهم بحاجة. أو بيعملوا noise pollution so هيبقى إزعاج شوية المنطقة هنا. So maybe ما نخليش البيوت لزقة فيه قوي. مش عاجبني الشكل اللي حاصل ده، خلينا نهد البيتين دول ونرجع نبنيهم تاني عشان يوزعوا نفسهم بشكل أفضل. انتوا عارفين إيه اللي هيساعد شوية في النويز أو الإزعاج اللي طالع من هان؟ لو بصينا على فكرة من الفيو دوت هنلاقي المناطق الحمراء طبعا قوي اللي هي بتطلع ازعاج جامد قوي، منطقة المصانع طبعا بتطلع ازعاج شديد، الطرق السريعة كلها بتعمل ازعاج، ده كده احمر غامق شويتين. سو غالبا الناس اللي حواليه مش هيعجبهم النظام. فاللي ممكن يساعد على قصة الازعاج ان احنا نحط شجر، حاجز شجر هنا يفصلهم عن المصنع. اي ثينك هيبقى حاجة كويسة. حطيت لهم مليون الف شجرة، والشجرة صفتين من الشجر مرصوصين. اولا شكلهم حلو، عاملين حاجز الإزعاج. ولو تلاحظوا الدنيا هنا بقت أفتح شويتين. المحلات طبعا بيعملوا إزعاج بس يعني ما هوش حاجة بشعة قوي بحيث إنهم يضايقوا الناس too much. الناس اللي ساكنين هان بقى ريب يا جماعة معلش، يعني مش عارفة أحط لكم
الشجر فين بالضبط. وانتوا عارفين ممكن اعمل حاجة، ممكن اشيل صفة الشجر دي واحركه هو هنا السنة واحط شجر من ناحية عادي. But do I care enough اني اعمل حاجة زي كده؟ يعني الدنيا مش مزعجاهم قوي قوي يعني. اعتقد الازعاج اللي وصل لدول اكثر من المحلات. ولما احط محلات هنا كمان زيادة ينزعجوا اكثر واكثر. But it's fine. أو مش حاجة لطيفة قوي إن إحنا نحط مجمع محلات كبير قوي كده جنب البيوت. You know لما يكون محل محلين ما بيبقاش إزعاج جامد زي ما يكون مجموعة محلات. بس يعني محتاجين شوبينج سنتر في المنطقة دي، نعمل لكم إيه يعني؟ تصرفوا. Good thing إنه في هيلث كير وحاجات زي كده تساعدهم، نحط لهم باركس وحاجات. حاسة بقالي فترة ما حطيتش باركس وحاجات تخليهم فرحانين ومبسوطين، تزيد اللاند فاليو. You know what؟ بما إنكم كده قدامكم عندكم إزعاج وبتاع، خلينا نحط لهم بارك في وشهم تظبط لهم المزاج شويتين. ونحط small playground في مكان ما maybe هان بما انه لسه ما تبناش. That's a perfect place. ونخلي الناس كلهم مبسوطين وفرحانين. I think غطى الباركس هنا كويس، الدنيا مغطية كويس بالباركس. هيحتاجوا برضو سكان اكتر، but I'm thinking نسيبهم يديفلوبوا شويتين. انا حاطة هنا مساكن ليه على الشارع الرئيسي، حاسة اني عاوزة املي البلوك ده برضو مساكن. لو احتاج تغير بعدين هنغير يعني، مش قضية كبيرة. but بما انه كده قاعد وفاضي ومستعد يتعبى، سو خلينا عبي مساكن. وكده كده احنا محتاجين يعني، عندنا طلب كبير على المساكن. برضو خلينا نحط بيت كبير ريتير ميبي في الزاوية دي، برضو في وش المخازن دي ميبي نحط مجموعة محلات تاني في ظهر دول جنب البارك، برضو شوية محلات وبعدين الباقي يبقى بيوت. بيوتيفول. بالنسبة للمخزن ده وبدأ يتحط في يونيك فاكتوري برودكتس، بيرفكت. المصنع بتاعنا شغال وبيطلع بيشيز والدنيا قشطة جدا. That's really good. I love the farm so much. بنعمل بروفيت 1500 دلوقتي في الأسبوع. Perfect. أخيرا بدأنا نطلع في ناحية البروفيت، بدأنا نعمل ربح. 291 وركر دلوقتي بيشتغلوا في الفارم. لسه برضو محتاجين نوصل 350 عشان نطلع للليفل بعده. فلاور انتاجه مش كتير قوي لأنه هو مصنع واحد بنعمل بي فلاور، ومش كله بيتخزن لأنه بنستخدمه في البيكري أول بأول. But it's fine. ممكن نحط فلاور ميل تاني هنا. أهم حاجة عندنا دايما crops وanimal products موجودة في المخازن بتاعتهم. الالكتريسيتي دخلنا في الأصفر. Not good. لازم نشوف مشكلة الالكتريسيتي دلوقتي. فلوسنا برضو عمالة تزيد لو تلاحظوا معنا 45 دلوقتي، مع أننا صرفنا فلوس على الطرق والمية والحاجات. But we're doing so good. هنحتاج نزيد المية والسويج تريتمنت برضو كمان شويتين. But الأهم منهم دلوقتي هو الكهرباء. Also امتى هنوصل للحاجة اللي بعدها، المية ستور اللي جاي؟ 5000. اوكي هيتفتح لنا الاويل باور بلانت. وانتوا عارفين ممكن استنى بدل ما احط another coal power plant هنا، وانا كده كده لما يتفتح لنا الاويل هحذف او ههد بتوع الفحم ونحط بتاعت الاويل وخلاص، لانها مره فظيعه صراحه. صحيح انها بتعمل بولوشن وكده بس اتس فاين. المنطقه دي كلها تروث اصلا، لو تلاحظوا اصلا الشجر اللي هان الزرع اللي هان حالته صعبة للغاية مقارنة بالمنطقة اللي هان مثلا اللي التروث مش وصلها قوي. So maybe خلينا نستنى شوية على الكهرباء لحد ما نوصل 5000، وغالبا هنوصل قريب. البيوت اللي هتليفل اب هتاخد سكان اكتر كمان، سو مع الوقت المنطقة هتزيد السكان. في سيتي سكاي لاينز درس اي حد يلعب الجيم دي، ما تستعجلوش على حاجات. لما تعملوا حاجة جديدة او تبنوا منطقة جديدة ولا بتاع، استنوا عليها فترة تديفلوب وتليفل اب وبتاع، هتلاقوا اصلا الطلبات بتاعكم بتتغير من غير ما تبنوا حاجات جديدة. لأنه like I said كل ما الليفل بتاعهم بيعلى، كل ما بياخدوا البيت الواحد بياخد عدد سكان أكتر. فاستنوا عليها شويتين وهتلاقوا ده هيبدأ ينزل شويتين. لو بصينا دلوقتي على اللاند فاليو، يعني هنحتاج نزيد اللاند فاليو مع الوقت، وعاوزين بقى نحط لهم خدمات مواصلات وحاجات. but maybe الحاجات دي كلها المرة الجاية، لأنه هوقف الفيديو كده النهاردة. عملنا حاجات كويسة. this game is yeah الفارم I love it so much. حاسة إنها صايرة the cutest farm ever، خصوصا لما حطيت البيكري. لو ألقينا نظرة دلوقتي على الصادرات والواردات، الامبورت السيراد يعني بنستورد 204 وحدة فقط من الحاجات، أغلبهم agriculture. 72 agriculture وإحنا عندنا الفارم ده كله. ها how and why ليه كده؟
عندك 65 وحدة agriculture من هنا. طب عندكم الفارم literally هنا جنبكم، تاخدوش منها ليه حاجات؟ I do not understand صراحة. But الاكسبورت أو التصدير 530، أغلبهم من المصانع العامة دي الجودز. لسه لحد دلوقتي مش قادر استوعب من فين بيطلع الفورستري والأور والأويل وإحنا مش عاملين الحاجات دي كلها. Yeah. أنا مش عارفة صراحة هو كده efficient ولا ممكن نحط مخزن للبيستريز جنب مصنع البيستريز. مش عارفة صراحة مين الأفضل يتعمل، هل أحط مخزن هنا جنبه وبعدين المخزن ده يجي ياخد من المخزن ده ولا إيه النظام بالضبط؟ I do not know. But هنشوف الحاجات دي كلها المرة الجاي. Yeah, hopefully يكون الفيديو عجبكم، hopefully تكونوا استمتعتوا، hopefully تكونوا متحمسين للقادم. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that، وهشوفكم المرة الجاي إن شاء الله. Bye bye.